يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الحكمة من الإيمان بالقضاء والقدر، أو بمعنى آخر ما فائدته الدنيوية؟ إذا كنت ما تعرف الحكمة والفائدة من الإيمان بالقضاء والقدر فلا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة واضحة والحكمة واضحة، أنك تصبر على المصائب والمقادير التي لا حيلة لك فيها، تصبر، الصبر مطلوب وهو من صفات المؤمنين، هذه واحدة. الثانية أنك لا تجزع ولا تسخط بقضاء الله وقدره، بل تؤمن أن هذا بقضاء، وأنه لو كان، لو شاء الله ما حصل كذا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تؤمن بهذا وتستريح. وأيضا الإيمان بالقضاء والقدر يدفعك إلى الجهاد في سبيل الله، إلى طلب الرزق، إلى نعم.